تحرص كثير من الأمهات على عمل ما يسمى بالسبوع، وذلك في اليوم السابع من ولادة الطفل، ومن أساسياته الدق بجوار أذن الطفل على شيء يحدث رنينا مثل الهون، مما يسبب إزعاجا للطفل ويبكيه، فما حكم الشرع في ذلك؟ كلمة السبوع في لغة العامة مأخوذة من العدد 7، الذي ورد أن الإنسان يسن أن يسمي ولده وأن يعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة أو ذهبا يوم السابع. فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، وهو حديث صحيح كما قال الترمذي. وروى الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، وأمر بوضع الأذى عنه وبالعق. ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله ولا يأمن من الأذى، وقيل إن المعنى لا يشفع لوالده إن مات صغيرا. وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففي اليوم 14، وإلا في اليوم 21، وإلا ففي أي يوم. هذا وما يعمل يوم السابع من رش الملح وإيقاد الشموع والدق بالهون والكلمات المخصوصة التي ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له في الدين، مع التنبيه على مراعاة الأدب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال بالمولود يوم السابع أو في مناسبات أخرى. والله أعلم.